مساء الخير، تأخر الوقت بس حبيت كمل لكم الكلام اللي حكيناه المرة الماضية بهالمشروع. اليوم خلصناه الحمد لله، حورجيكم. تذكروا مشكلتنا هون كيف انه عندنا مفتاح واحد بشغل الإضاءة كلها وبيطفيها، مع العلم انه عندنا اكثر من 7. خلصنا تركيب الشاشة وحبيت ورجيكم كيف التفاصيل بتكون. رح ننتقل لغرفة النوم ونورجيكم. نيجي بداية على البيد سبوت، مثل ما لكم شايفين فقط لمبتين اشتغلوا. لما اختار الفايف سبوت، انا هون في عنا الوول لايت اللي كانوا مربوطين مع البيد بورد، تمام. على ما نستخدم المفتاح هنلاقي انه الوول لايت مربوطة مع البيد بورد، فكبسة واحدة بتشغلهم بتطفيهم مع بعض. والشاشة تتذكروا كمان الإضاءة الملونة هي، وكيف في عنا الفيدنج شو بيشتغل وبيغير الألوان وبتغير من مكان لمكان. طبعا إجاني أكثر من سؤال إنه كيف فينا نحدد الألوان، لأنه هي كم لون فيها تساوي. بداية الكنترولر تبعنا بإمكانه يساوي 16 مليون لون، لكن على المفتاح أنت فيك تساوي فقط 6 ألوان. هون اجى شغل الشاشة، فيك تضغط على البرنامج تبعها وتروح تختار الألوان يلي بدك ياهم بالضبط. شو بدك أول لون وتختاره بالضبط، شو هو بدك ياه اللون، وتختار الساتوريشن تبعه والبرايتنس قديش بدك ياه وقوته. بعد ما تختار البرنامج تبعك تضغط أوكي، فيك تعمل له ستارت مباشرة رح تبدأ بالألوان تبعها. كان تفاصيل دقيقة لكل شيء موجود بالبيت، حتى المروحة تبع الحمامات الله يعزكم موجودة هون فيك تتحكم فيها. هاي الشغلة الثانية اللي بدي ورجيكم اياها، الامرجنسي لايت. طبعا الامرجنسي لايت هاد له عدة وظائف جدا مهمة وجدا حلوة حشرح لكم اياها. بداية الامرجنسي لايت هاد كمان 16 مليون لون، ففيك تستخدمه للانفايرمنت، للجو، للريلاكسيشن، تختار اللون اللي بيناسبك. الحلوة فيه انه هذا بيشتغل 24 ساعة، فلو فقت انت بالليل رح تلاقي الجو مثل ما لك شايف، في انارة بسيطة بتورد لك اماكن. احلى شغلة فيه انه بيشتغل امرجنسي 3 ساعات في حال انقطاع الكهرباء. على فكرة طافي كل الاضاءة هون مخليه لحاله. الثيرموستات تبعنا مثل ما لكم شايفين، الثيرموستات عبارة عن تاتش سكرين بيغير بين البرامج. الثيرموستات ذكي، بيعرف إذا كنت جوات البيت ولا خارج البيت. لما تكون جوات البيت بحط الحرارة اللي بتناسبك، لما تطلع برا البيت لما تطلع برا البيت في برنامج اسمه Away أو خارج البيت، هذا معناته إنه حيرفع الحرارة لدرجة معينة بحيث إنه يحافظ على درجة حرارة معينة، تحافظ على الفرش، تحافظ على أثاث البيت، لكن يوفر طاقة بنفس الوقت وما تضطر تخليه شغال. ما فيني يغطي كل شيء، في كتير اشياء، لكن بحب لكم انه لما تساووا هيك شيء او تعتمدوا هيك شيء باي بناء، وهو ضرورة طبعا جدا ضرورة قصوى، حاولوا تعتمدوا على منتج بيعتمد الكابلينج او الباس كابل او النتورك كابل كبنية تحتية له، وما تستخدموا اللاسلكي او الوايرلس. هيك نظام المفروض منه انه يعيش معاكم 50 و60 سنة بدون ما يقول اخ، تمام، بده يعيش مع البيت ويستمر مع البيت. قبل ما أودعكم، شو رأيكم بهيك شغلة؟ سؤال أخير، مين الأحلى؟ الكفر الذهبي، ذهب 22 عراض، ولا المراية؟ شو برأيكم؟